بشكرك طبعا. عملت عبد موت مهم جدا في مصر مات كتير وعدت. انت سو ماتش محمد سامي جدا بوجودي. اتمنى تبادل الارهابيين طول ده الفن بيجمع توفيق تعال المجتمع الفلسطيني غنى عن بعضنا كلمة عن واقع انتم غير جديرين بالكراسي. ثانك يو سو ماتش للجمهور المصري. شقيق المطربة المعتزلة ساندي يوضح حقيقة حالتها الصحية. قال محمد عادل شقيق المطربة المعتزلة ساندي أن شقيقته تعاني من ضعف شديد بالأحبال الصوتية، كما أنها أيضا تعاني من التهاب مزمن في المعدة مع ارتجاء المريء، مما يتطلب عمل فحوصات ومنظار معدة ومريء لتشخيص الحالة بدقة، وهو ما أجبرها على السفر لألمانيا لعمل تلك الفحوصات. كليبيا بشر لديانا حداد يتخطى 1.5 مليون مشاهدة. تخطت عدد مشاهدات كليبيا بشر للنجمة ديانا حداد على الموقع الفيديو الشهير يوتيوب أكثر من 1.5 مليون مشاهدة تقريبا. وهو الكليب الذي أطلقته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نهاية شهر نوفمبر الماضي. احتفلت مجموعة من النجوم مساء الأحد بعيد ميلاد صديقتهم الفنانة إلهام شاهين في منزلها في حي مصر الجديدة. وكان من أبرز الحاضرين لعيد ميلاد إلهام شاهين الفنان محمد منير وأنغام وليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي وزينة وفيفي عبدو والممثلة بوسي والمطرب أحمد سعد وريم البارودي والإعلامية بوسي شلبي وصفية العمري. مصطفى شعبان أبو البنات في رمضان 2016. استقر الممثل مصطفى شعبان على أن يلعب دور بطولة مسلسل يحمل اسم أبو البنات كي ينافس به في سباق دراما رمضان 2016. مسرح مصر ينفي انسحاب علي ربيع وأسس وعبد الرحمن من الفريق. طمأن فريق مسرح مصر المشاهدين بالتأكيد على استمرار علي ربيع وعمر وأسس وعبد الرحمن في العروض المستقبلية للفريق، هذا بعد أن أثير الجدل من المشاهدين بسبب عدم مشاركتهم في العروض المستقبلية، وما أكدت عليه إدارة MBC مصر على أنها تعاقدت على موسم جديد من مسرح مصر.